لجنة العميد إبراهيم بودربلة. نسمعوا أمين عام مساعد المكلف والنطق الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري يتحدث عن الحوار. قلنا الحوار يكون أولا على قاعدة عدم العودة لـ 24، وإذا كان ثم شكون باش يقبل هذا يعني يلزم يقدم نقد ذاتي لما قبل 25 جويلية، ويكون أيضا على قاعدة أن الإيمان بالدولة المدنية والجمهورية وبالأسس اللي تبنت عليها تجربة تونسية منذ عقود، وأيضا قبول المحاسبة. ثم الناس اليوم ترى نفسها أن فوق العقاب فوق المحاسبة، ويمكن أن تفلت من العقاب مقام كبير من فضاعة في بلادنا. به خلنا نرجعوا لأصل ربما الجدل هذا اللي قاعد صاير. هو فقط للتذكير في هاته الأثناء فما هيئة إدارية للاتحاد العام التونسي للشغل قاعدة منعقدة في الحمامات، على إثرها ربما باش يخرج الموقف الرسمي للمنظمة من دعوتهم للمشاركة في الحوار بالمقتضى المرسوم اللي خرج. كيف كيف نذكر بأنه رئيس الجمهورية قيس سعيد كان التقى في من التقى نور الدين الطبوبي الأمين العام المنظمة الشغيلة، وبرشا كلام قاعد يخرج، برشا ربما حديث على موقف الاتحاد اللي أكدوا بأنه الموقف النهائي سيتم صياغته في بيان اليوم على إثر انتهاء أشغال الهيئة الإدارية. إبراهيم وصلتي؟ والله يعني موقف الاتحاد تلقى روحه يعني في وضعية محرجة، وضعية كونه الاتحاد إذا شارك في هكذا حوار بصفته استشارية وعضو فقط في لجنة هي تعنى بالشأن الاقتصادي والاجتماعي، هذايا باش يكون محرج لعديد الأنصار متاعه، وحتى ربما لعديد الأطراف الأخرى اللي دائما تنتظر في موقف الاتحاد باش تتماهى معاه أو أنه يقاطع. في المقاطعة هذه زاد باش يكون موقف، ومش يكون يعتبر ربما موقف عدائي ضد رئيس الجمهورية اللي بالنسبة ليه نعرفوا شنية العلاقة اللي تربطوا بالأمين العام للاتحاد فيها، كما يقولوا ديو ديبا، مرة تهبط مرة تطلع إلى غير ذلك. نهيك وأنه دعاه على عجل، وشفنا أنه حتى أثر اللقاء ذي لم يصدر شيئا على صفحة رئاسة الجمهورية، ما نعرفوش شنية تفاصيل اللقاء ذي وحول ماذا دار. أتساءل العقل السياسي للسيد رئيس الجمهورية، لربما كان عليه، قل ربما كان عليه أنه وقت اللي عمل أصدر المرسوم هذايا وتحدث على لجنة الشؤون الاقتصادية والحوار الاقتصادي والاجتماعي، على الأقل أن يسند الرئاسة متاعها إلى الاتحاد العام التونسي للشغل. هكذا ربما كان ينجم يضع الاتحاد العام التونسي للشغل في موقف محرج، هك رئيس لجنة أتفضل أن تتصرف. أما كونه هو باش يكون هو مجرد عضو واستشاري حتى الرأي متاعه لا يعتد به، هذا زاد استهانة بالدور تاع الاتحاد، سواء اللي يلعب فيه توا حاليا ولا في الحوار الوطني متاع 2013 وإلا حتى عبر التاريخ متاعه من سنة 1946. ننتظر توا الدخان الأبيض متاع الهيئة الإدارية متاع الاتحاد، ثم بعد لكل حادث حديث. ما نيش يصير معاك في القراءة متاع أنه يمكن المنصب أو الخطة اللي قد تسند للاتحاد اللي باش تكون محادة في موقف، يعني كان أعطاهم الرئاسة ربما كان يقبل الاتحاد، على الرغم من أنه يمكن بيان الهيئة الإدارية اللي باش يخرج من العشية بعد الانتهاء متاع أشغالها سيقع بعض المصادر التي تؤكد بأنه في نفس البيان سيقع إقرار الإضراب في الوظيفة العمومية والقطاع العام وبتاريخ ما يفوتش جوان المقبل. دونك الأمور ماهيش ربما بالبساطة متاع أنه معناه نشوفوا حتى لطفي على مسألة الموقف متاع الاتحاد. ناس كتبت دي ستاتيو مباشرة بعد خرج المرسوم، ناس صرحت بعد خرج سامي الطاهري قال تصريح قديم، منذ قليل أنور بن قدور يقول راهو الموقف النهائي متاع الاتحاد مش باش يبعد برشا على أننا نرفض المشاركة في الاتحاد بهذه الصفة. يقولها حتى اللقاء اللي كان جمع البارح نور الدين الطبوبي ورئيس الجمهورية، بعض الكواليس تقول لك راه ما كانش باهي برشا اللقاء وما كانش إيجابي. دونك فما حاجات قاعدة باش تصير. هو المشكل يظهر لي في المنطلق هو المشكل في التمشي ككل، يعني فما مشكل مبدئي قاعدين نحسوا فيه ونطلعوا على تفاصيله روايدا روايد، بمعنى انه واضح ومتأكد انه رئيس الدولة لم يكن مقتنعا بالحوار الاقتصادي الاجتماعي. هم الوحيد لرئيس الدولة هو الحوار
السياسي. هذا الشغل الشاغل لرئيس الدولة من 25 جويلية إلى يوم الناس هذا، وحساسية مفرطة لرئيس الدولة من كل ما هو حوار، هذا نعرفوه، أعلن لرئيس الدولة في عديد المناسبات وخاصة الحوار في بعده الاقتصادي والاجتماعي. رئيس الدولة موقفه واضح من الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو التزام الاتحاد بموقفه ومربعه الاقتصادي والاجتماعي. ثم بعض الحساسيات التي تفت على السطح بين السيد الرئيس والسيد الأمين العام الاتحاد العام التونسي للشغل، حتى أنه عندما استقبل وفد الاتحاد استقبل كامل أعضاء المكتب التنفيذي المنتخبين باستثناء عضوين تخلف لأسباب تخصهما. دونك رئيس الدولة ما هوش متحمس برشا الحاجة اسمها أقدر الحوار الاقتصادي الاجتماعي، ولذلك عندما أقره من ضمن خارطة الطريق اللي حطها كان فقط استجابة لضغوطات خارجية لا أكثر ولا أقل، معناها نصت على ضرورة الذهاب إلى حوار تشاركي، وتم ذكر الاتحاد العام التونسي للشغل بالاسم من قبل عدة جهات لعل أهمها الجهات الأمريكية. والحال هكذا، وهو بحذانا تو مزاكي تخلى السيد العميد مرحبا العميد ابراهيم رئيس لجنة الحوار الاقتصادي والاجتماعي، اختيار شخصية قانونية لا علاقة لها بالاقتصاد، هو دلالة من رئيس الدولة على أنه لا يولي لهذا الملف بالذات أي أهمية، والعمل نتاعه سيكون عمل صوري شكلي فقط لإسباق صفة الحوار لا أكثر ولا أقل. خلنا نفهموا حيثيات ربما هذا التكليف. مرحبا سيد العميد إبراهيم بودربيلة عميد المحامي، مرحبا شكرا على قبول الدعوة. إذن بمقتضى مرسوم رئاسي، العميد إبراهيم بودربيلة يعين على رأس لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة. سيد العميد حيثيات التعيين، لا قبل كل شيء مازال مزدرش الأمر متاع تعيين الأستاذ إبراهيم بودربيلة مرسوم في عميد المحامي. شكون عميد المحامين؟ بعد باش يصدر الامر فيه الرئيس باسمه وكذلك من يمثل من المنظمات باسمه. شكون العميد؟ ما عندناش برشا عمداء. شكون عميد المحامين في البلاد اليوم؟ بطبيعة الحال، وعلاش انتم سديتوني يا خاطر انا عميد المحامين بالضبط. هي دوك اما نحبوا نوضحوا من الناحيه القانونيه، الناحيه القانونيه عميد المحامين. وعميد المحامين شكون؟ استاذ ابراهيم بودربيلي بصفه اليه الاستاذ ابراهيم بودربيلي. اللهم إذا يصدر مرسوم الرئيس بعد نهاية مدة السيد العميد إبراهيم بودربيلة اللي هي تنتهي ظل في شهرين، وقت تولي مسألة أخرى. عاد وقت إيش؟ وقت بعد الاستفتاء باش تخرج اللجنة اش باش تعمل؟ يعني جايب بشكل المحامين تعرف يتمسكوا بالشكل. سيد العميد تشاور معاك السيد الرئيس في هذا، وإلا اقترح عليك وأنت قبلت، وإلا لأنه اليوم الجدل القائم مش في شخص إبراهيم بودربيلة، ولكن أن يعين ويكلف رجل قانون بترأس لجنة المهام نتاعها اقتصادية واجتماعية. تشاورت واقترح عليك السيد الرئيس قبلت كيفاش؟ والله وراو مسألة تعيين محامي على رأس لجنة تهتم بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية أعتقد أنه أمر لا يثير الغرابة. لماذا لا يثير الغرابة؟ عن البنك المركزي التونسي اللي أسسه محامي هادي نوير، اللي هو المرحوم الهادي نوير، هو محامي، ونعرف المرحوم الهادي نوير من عام 38، وعلى خاطر وقت لباتو إيفر، وعلى خاطر وقعت مسألة العميد الشادي الخلادي، ومسألة واضحة أنه محامي يكون يعني في مؤسسة اقتصادية. منصور معلا مؤسس البياد محامي، حسن بالخوجة اللي تلهب بوزارة الفلاحة هو محامي، شد بانك بعد نعم، ومن بعد شد بعد شد الاستي بي وكل شيء بعد، وهو محامي. الحوار الاجتماعي والذي صاحب فكرة العقد الاجتماعي والاتفاقات المشتركة هو سي محمد بن ناصر وهو محامي. فيعني القول أن ما محامي باش يجي على رأس لجنة اقتصادية واجتماعية هو أمر غريب. أعتقد أنه ربما هذه رؤية سطحية للأمور،
لماذا؟ لأن مهنة المحاماة وتكوين المحامي سواء يعني التكوين في المواد القانونية، لأنه في المواد القانونية تعلم العلم كلي أنه في السنة الأولى والثانية ثم مسألة الاقتصاد السياسي، فضلا على أنه مسألة يعني عقد الشغل ولا العلاقات الاجتماعية كلها من المواد القانونية التي تدرس في الواحد. ثم أنه دوره شنو يعني المحامي اللي هو اختاره كعميد محامين، شنو دوره؟ هذا شو سألوك علاش اليوم؟ علاش سألتك على التكليف؟ شنو تفهمت فيها مع السيد الرئيس؟ عندنا احنا مجموعة من الهيئات اللي تهم الناحية الاقتصادية والاجتماعية. عندنا الاتحاد العام التونسي الشغل بما له من رصيد نضالي وما له من خبرات وما له من رؤية. عضو في الاقتصادية، هو عضو أساسي. إن وافق الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة. إن وافق الاتحاد التونسي، لا أعتقد أنه الاتحاد له من المسؤولية الوطنية وله يهم يعني مصير البلاد باش يتخلف في هذه المرحلة. ما عندوش الحق معناه يتخلف، لا هو شيء طبيعي. هو الاتحاد قال أنا ما يكونش حضوري شكلي وله الحق في ذلك، وحتى واحد ما يكون حضوره شكلي. احنا كنا سوا كون وستنبأ الأحداث بأنه الحضور باش يكون عنده مضمون ما عنده شكل. إيه ولكن استشارية، إيش معناها الهيئة استشارية؟ ما نستشيرك أما ما تلزمنيش باش ناخذ برأيك. اسمعني دقيقة، استنى نعملوا الحوار، احنا استنى يتم الحوار ويعني وتشوفوا مراحل الحوار والقرارات التي تخرج، ثم أنه عندما تقدم التقرير النهائي وقتها نبدأ ونحكي. وما نعملوش كيما في ابني محمد صالح، الشيخ محمد صالح بن مراد قال هذا على الحساب قبل أن نقرأ الكتاب. اقراوا الكتاب ومن بعد نشوفوا ثم واش ما ثماش. كلنا كيف كيف، كلنا في المنطقه هذه بالنسبه لنا يهمنا المراحل اللي باش يمر بها الحوار ومخرجات الحوار، لا اكثر. كنا كيف كيف، والتساؤلاتكم مشروعه، تساؤلاتكم. لكن حاجه واحده، خليوا المساله، خليوا القطار ينطلق. ايه هو ربح على مش معناها تشكيك ربما في 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 في, في قيمه العميد ولا في المعرفه نتاعه والا، ولكن يقول لك اليوم الوضع الاقتصادي والاجتماعي يتسم بدقه نتاع انه رئيس اللجنه يلزمه بالحق. ما نقولش نكون يسوريزمو، معناها الاقتصاد اليوم ارقام سيد العميد، معناها تي ام ام، ونحكيوا على تصدير وعلى توريد وعلى باريل في العام وعلى مديونيه وعلى اف ام اي وعلى معناها الخروج من الازمه ربما يستوجب الاختصاص الاقتصادي اكثر منه انك معناتها باش معناتها فوزالي شابوتي اللجنه هذه. اللجنه هذه مش دورها باش تبحث في النظريات الاقتصاديه بصوره مدققه بكذا، يعني ثم هيئات ثم منظمات هم فاعلين اقتصاديين. الاتحاد العام للشغل عنده رؤيه، اتحاد الصناعة والتجارة عنده رؤية، اتحاد الفلاحين واليوم بفضل يعني الوضع العالمي رجعت الفلاحة يعني قيمتها، ولهنا الاتحاد الفلاحين كذلك باش يكون سوف يدلي بدلو ويقدم رؤيته للمسألة الفلاحية في البلاد، لأنه تولينا مهدين أكثر من ذلك بعد الحرب اللي وقعت في أوكرانيا وما إلى ذلك. يعني تولت مش تونس بركة، دول العالم كلها مهدة. للرابطة التونسية لدفاع حقوق الإنسان بما لها من رشيد نضالي في الدفاع الحقوق والحريات. الاتحاد المرأة اللي طالب بتحسين وضعية المرأة الريفية العامة والمساواة بين المرأة والرجل، هذه هم كلهم يعني باش يحددوا كيفية التعامل في هذه المسائل. ما ننساوش حاجة هامة وهامة جدا، مش المنظمات هذه فقط راهي لهنا، الدولة التونسية راهي وراهي الحكومة، الدولة التونسية عندها كراهات، الدولة عندها كراهات والمجتمع عنده طموحات. الكراهات متاع الدولة التونسية علاقتها بالصندوق النقد الدولي، علاقتها بالبنك العالمي، علاقتها بالشراكة مع أوروبا. هذا الكل سيأخذ بعين الاعتبار في صياغة معنى المقترحات لهنا كي باش نلقاو يعني صيغة متاع التفاهم. كيفاش يعني عندما يبرز المشكل باش نختاروا؟ باش نختاروا الصدام أم باش نختاروا الحل؟ لهنا حتى في العقد كي يقع تحرير عقد ثم يقول لك في الاخر ديما يقول لك اما راهو نمشيو للمحاكم ولا نمشيو للتحكيم. ثم شكون يقول لك نحطوا كلوز كومبروميسوار دون لو كونترا او نمشيو للتحكيم؟ وساعات يقول لك محاكم فردي رضاي واحد بركه نرضاو به،
وساعات يقول لك التحكيم العادي اللي يمشي فيه تحكيم واستئناف وتعقيب، وثم يقول لك لا المره الاولى نمشيو للقضاء وكذا. لهنا المنظمات هذه الفاعلين الاقتصاديين والفاعلين الاجتماعيين كي باش يقع خلاف كيفاش باش يحلوا المشاكل هذه، وهذه رؤيه مستقبليه نحبوها تكون يعني واضحه بالنسبه للناس الكل. ثم مساله هامه وهام جدا واللي ديما تثار، مساله يعني المؤسسات العموميه، المؤسسات العمومية لهنا كيفية إصلاحها كيفية هيكلتها. معناها هنا باش ندخلوا في التفاصيل. لا بكل شيء. ثم شي يقول لك أنا نحب يعني ليبرالية متوحشة، ثم شكون اللي ينادي بذلك؟ ثم اللي يقول لك لا نحب اقتصاد اجتماعي، ثم يقول لك لا المؤسسات العمومية هذه كمكتسبات يجب المحافظة عليها، إصلاحها إيه أما كيفية إصلاحها؟ هل أنه نطبق مقاييس يعني علمية ربما فيها يعني صرامة لإصلاحها، أم أنه ننظر للناحية الاجتماعية ما إلى ذلك؟ لهنا هو لهنا كي باش يجي وتطرح المسائل هذه هي كيفية حل المشاكل. توا احنا في ظرف سنين 20 جوان باش تقدموا مخرجات، ثم ربما كيف الفكرة هذه اللي باش الهيئة الاستشارية للناحية الاقتصادية والاجتماعية كيف يعني بالنسبة للهيئة القانونية، وهذاك علاش لازم الحوار تشتمل على الهيئتين، الهيئة القانونية والهيئة الاستشارية، باش ربما حتى في الدستور ثم يعني أحكام في الدستور تراعي المسألة هذه. هل أنه يعني مسألة يعني الخيارات الاقتصادية كيفاش باش تكون؟ هل أننا باش نمشيو نحو اقتصاد اجتماعي تضامني أم أننا باش نمشيو ليبرالية متوحشة؟ التباين في الـ في في, الـ في الانخراط في هذا الحوار من عدم، وكيفاش تنظر لليوم المواقف ما زالت ربما ما وضحتش بخلاف يمكن الموقف نتاع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اللي قبيله الكاتب العام نتاعها بشير العبيد يقول أنه الرابطة حسمت موقفها في اجتماع الهيئة المديرة لفائدة المشاركة في الحوار الوطني بالشكل الذي أقره رئيس الجمهورية وفق المرسوم عدد 30 لسنة 2022 المتعلق بأحداث الهيئة الاستشارية، وقال أنه الرابطة عبرت عن موافقتها على دعوة الرئيس للمشاركة في الحوار بأغلبية أصوات المشاركين في الاجتماع. هذا فقط ربما من الموقف، بقي نحسوا سيد العميد أن فما التململ في صفوف بقية المنظمات الوطنية. يعني اليوم يقول لك الاتحاد البارح قابل السيد الرئيس الأمين العام، واليوم يقول لك فما هيئة إدارية يمكن الهياكل هي اللي باش تخرج الموقف، لوتشيكا كيف اتحاد المرأة مازلنا ننتظر الموقف متاعه، لتاب كيف بما فيه معناها من مشاكل قاعدة تعيش فيها اليوم القيادة متاعه. علاش معناها الأمور ماهيش واضحة لهذه الدرجة؟ بالعكس الكلام اللي تقول فيه هذه ظاهرة صحية، هذه ظاهرة خارقة للعادة. المنظمات هذه متحملة مسؤوليتها الوطنية، المنظمات هذه تتبحث مع بعضها، ربما ثم أشياء ماهيش واضحة يلزم تتوضح ومن حقهم باش تتوضح، ثم ربما ثم رؤى مختلفة ربما كي يبقى يتقابلوا مع بعضهم ويوضحوها تكون يعني قابلة يعني باش الإنسان يفهمها. هذه بالعكس أنا نعتقدها ظاهرة صحية وأنا نحب يعني الاتحاد كيشارك بقوة، وكذلك يعني الاتحاد الصناعة والتجارة يشارك بقوة، واتحاد الفلاحين وهيئة المحامين كذلك يشارك بقوة، ما يكونش عنده دور سوري. ولذلك احنا بالنسبة لنا راو لنا نهني الشعب التونسي بمسألة هامة وهامة جدا، أنه العمل هذا باش يكون عمل لا يرمي إلا لتحقيق المصلحة العليا للوطن لا أكثر ولا أقل، والجزئيات عندما تقع سيطلع عليها بطبيعة الحال السادة الإعلاميين ولهم دور هام في توضيح الحقيقة، وكذلك يعني بالنسبة للشعب. وقتاش انطلق الحوار الاقتصادي والاجتماعي؟ الحوار شوف انطلق، أنا اليوم كان عندي اجتماع مع السيد صادق بالعيد رئيس الهيئة الوطنية. اليوم التقيت أنت وصادق بالعيد؟ قابلت معه 9 متاع الصباح وتحدثنا، قعد الاجتماع حوالي ساعة كاملة وشرعنا في تبادل بعض أفكار. حول ماذا؟ حول سير اللجنة وحول الاتصالات وحول يعني العمل وحول حتى التواصل مع الإعلام كيفاش باش يكون. أنا علاش قلت لكم راني جيت لهنا بصفتي كعميد محامين لا أكثر، لأني ما زالت عندي الحرية في الوحدة. بعد باش تولي معاش تلوموني كي ما نجيش، لا بعد باش تولي ثم شيء طبيعي باش يولي ثم بوان دو بريس متفقين عليه الناس الكل موجودين، ما يتخرج حاجة إلا ما تكون واضحة. هل اللجنة اللي بس ترأسها سيادتك
محددة بالوقت على غرار اللجنة القانونية ولا لا، يلزم في ظرف شهر تعطيه الملف. إيه 20 جوان. في فهمني مليح، راهو كي إنسان يقرأ المرسوم يفهم طبيعة العمل تقريبا. ثم اللجنة الاقتصادية والاجتماعية، وثم اللجنة القانونية، وثم لجنة الحوار. لجنة الحوار تتكون من لجنتين. اللجنتين هما اللي باش يحضروا الرؤى المشتركة وتقع صياغتها. أما يوم 20 جوان كل شيء يتقدم راه. ولكن في انتظار ذلك، اللجنة بتاع سيادتك مازالش ما تكونتش، ننتظروا حتى تخرج مراسلات إلى مختلف الهيئات المعنية، باش يعينوا هو من يمثلهم. هذه مش تاخذ وقت، ومن بعد تصدر الرأي الرسمي للجمهورية. لا يحتمل غدوة تخرج. في سعي جاوبوا هما. لا يحتمل الغدوة تخرج. دونك مرسوم التسمية يخرج ولكن أنا نعرف أنا أكد أنت قلت الراب تاخذت موقف. اتحاد الصناعة والتجارة تسلبي رئيس الاتحاد. قالك موافق. حسن اش قالك لوتيكا؟ اش اتصل بك مجهول اش قالك؟ لوتيكا لوتيكا بطبيعة الحال يحب الخير لتونس. موافق. كنا نحبوا الخير لتونس. شكون اللي ما يحبش الخير؟ دونك مازلت تستنى في رأي موقف الاتحاد راضي يجربي تصل بك راضي يجربي؟ أعتقد أن الأستاذ راضي الجريبي كذلك ستوافق. يقعد فقط موقف الاتحاد. يقعد فقط موقف الاتحاد اللي بش. لا الاتحاد أنا أعتقد يستحيل بش يتخلى على موقف الوطني. يرى الاتحاد قلعة لحماية الوطن، يستحيل بش يتخلى على الموقف الدور الوطني. تستبعد عدم المشاركة من قبل الاتحاد؟ تفضل لطفي العمير. لا أنا يبدو لي ما متوفر، الحاجة الوحيدة المتوفرة هي النوايا الطيبة للسيد العميد، لا أكثر ولا أقل. يعني صراحة معناها اليوم نشوفه حتى في رئيس الدولة. نعطي خبر عاجل. تفضل. قررت الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل المنعقدة اليوم بالحمامات الجنوبية عدم المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا له رئيس الجمهورية قيس سعيد، وقد تم اتخاذ هذا القرار بإجماع أعضاء الهيئة الإدارية إثر تمريره على التصويت. وتقرر أيضا الإبقاء على اجتماع الهيئة الإدارية للمنظمة الشغيلة في حالة انعقاد وفق مراسلين من على عين المكان. خذ رأي السيد العميد رئيس الله. رسميا الاتحاد العام التونسي للشغل يقرر عدم المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا له رئيس الجمهورية. الهيئة الإدارية مش تبقى في حالة انعقاد حتى لغاية 30 جوان. لا خلينا يا ابراهيم خلينا هذا الموقف المبدئي من هنا الغدوة. من هنا الغدوة باش تصير حاجات عنده شروط الاتحاد. باش تصير حاجات عنده شروط الاتحاد سيد العميد. طبيعي قدم شروط ويجي ما نعرفش هذه هما يعني هما يختاروا كل حريه اثنيه اللي راهو سيد العميد. راهو الشيء القرار هذا اللي كان توا تفيد بينا به راهو جاي على اثر لقاء السيد الرئيس بالسيد الامين العام، ما جاش يعني قبل ومن بعد خلينا الاجتماع مفتوح وصارت التطورات. هذا خلاصة لقاء السيد الرئيس مع الأمين العام. وكنا نتمنى أنه زاد رئاسة الجمهورية تعطينا فحوى هذا اللقاء، لكنها كالعادة تمعن في مغالطة في مقاطعة الإعلام. المسألة الثانية، أنا كنت أتمنى راك أنت بصفتك رئيس اللجنة هذه تكون البارح موجود في لقاء رئيس الدولة بالسيد نور الدين الطبوبي، لأنه هذا تقريبا دورك أنت اليوم. أصبحت رجل الحوار الاقتصادي والاجتماعي، تم تجاوزك واكتفى رئيس الدولة بدعوة الأمين العام اتحاد العام التونسي الشغل رأسا، حتى أننا لم نعرف ما الذي حصل، اللي فهمنا أنه الجلسة كانت سلبية والدليل هذا القرار اللي اخذته الهيئة الإدارية. أنت دورك كموفق كمنسق كرئيس كنت مفروض تكون موجود باش معناها كيفاش نقوله معناها أروندير ليزونغل. هذا ما صارش. المسألة الثانية، تعيين سيادتك كمحامي، احنا تعرفنا انه كل التقدير والاحترام وحتى الصداقة، لكن راه وقت اللي بتونس عولت على هادي نويرة في البنك المركزي راهي تونس وقتها كانوا فيها 4 من الناس. اليوم توفرت عدد من الخبراء الاقتصاديين والماليين اللي يكفيه تونس ويكفيه عديد دول ومعناه معترف بهم دوليا، لكنه هذا مانيش انا نقول فيه، رئيس الدولة لا يعترف بحاجة اسمها خبراء اقتصاديين. وتكلم كم من مرة وقال الجزائر عندها 1.5 مليون شهيد واحنا عندنا 1.5 مليون خبير، وكان ممكن التعويل على الخبراء هذوما. المسألة الثانية او الثالثة، هذا حوار يحكي في الاقتصاد التونسي، لكن الأطراف اللي حاضرة
قل لي الاتحاد يوتيكا وغيره هذه راي نقابات هذه قطاعية تدافع على مصالح منظورها. إيه وشكون باش يدافع على الدولة التونسية؟ انت قلت هنا بين ليبرالية متوحشة في التعاطي مع مسألة مثلا المؤسسات الوطنية وبين اتحاد شغل يقول لك هذا خط احمر ما تمسهمش. ايه كي هما يلقاو حل على حساب الدولة التونسية راو عندك معناها الدولة ما هيش ممثلة في هذا الحوار. شكون يمثل الدولة التونسية؟ ايه انا اخويا ما نيش منخرط لا في الاتحاد ولا في اتحاد المرأة ولا في الفلاحين ولا في كذا. ايه معناها ما فهمت شنو الدولة غير ممثلة. يعني تعملت اللجنة لاسترضاء النقابات وليست لإيجاد حلول عميقة للدولة وللشعب. هذا راو فلسفة الحوار. علاش قلت أنا من الأول مانيش متحمس له؟ لأنه قاعد نشوف اللي هو فقط ذر للرماد على العيون لتمرير الحوار السياسي. هذا إذا صح اعتباره حوار لأنه كما قلت لك توا الدور سيكون استشاري. يا سيدي نفهم شوية الدور الاستشاري اللجنة السياسية. رئيس الدولة فاش باش تستشيروه في الاقتصاد؟ يفهم في الاقتصاد؟ يفهم باش ترفعوا له مقترحات اقتصاديه؟ اذا هو ما يفهمش وهذا متفقين فيه الناس الكل، دونك غدوه باش يقرا هو اللي بعثوه له باش يجيب خبراء ولا مستشاري. ايش عملنا والجمليه عاد تيموت خلطوه واعطينا يا سيد الرئيس مشروعك الاقتصادي والاجتماعي جاهز وراح التونسيين شر اذاعه الوقت وما ينتج عن ذلك. يعني شفت حسينا تو انت كي نحكوا معك لا استناه وانا مازلت مانيش رئيس اللجنه هذه بتقول لك موقفك في كذا جايين ولا تقول لها الاتحاد دوره وطني تقول لك كذا تقول لها والله لا نعولوا على الروح الوطنيه. راهو باسم الروح الوطنيه باسم حبه البلاد دمرنا تونس 11 سنه. الناس اللي دمرت تونس راهم زاد وقت يدمروا فيها يرفعونا في شعار ان نعرفوا مصلحه البلاد اكثر منكم. دونك هاو شفنا الحصيله ان شاء الله زاد ماهوش رميك تاع الشيء اللي عشناه. صراحه نحس اللي ما فماش حتى الحد الادنى من الجديه في التعاطي مع معناها مفصل من طيب. مفاصل تاريخيه لتونس والشعب تونس. هذا رايي انا. اولا بالنسبه للالتجاء للخبراء نعتقد لو كان ترجعوا للمرسوم وتقراوه قرينا اللي ممكن الاستشاره باستعانه ببعض الخبراء كونه يعني اللجنه لها ان تستعين بالخبراء اللي تراهم هي مناسبين اللي تراهم موجودين وتفضل اعطيني اسماء خبراء تتواصل معهم ما عندكش حتى اشكاليه والمجال مفتوح. قلنا المجال مفتوح لكل المفروض خبراء يستعينوا بالمنظمات أستاذ مش العكس. أستاذ 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 أو في القانون جبنا أستاذ خبراء أستاذ لطفي. في اللجنة القانونية أستاذ جبنا خبراء أنا سمعتك من الأول لخر أستاذ لطفي ثم قواعد سمعتك من الأول لخر تسمعني من الأول لخر تفضل سيد العميد لا أكثر ولا أقل وتعرف يعني قيمتك عندي سمحني تفضل سيد العميد. إذن اللجنة هذه ستتواصل مع خبراء في الميدان الاقتصادي وفي الميدان الاجتماعي. رأي اللجنة هذه ما هيش لا باش تعين لا وزراء لا باش تعين يعني موظفين سامين لا باش تعين حتى شيء. هي لهنا الفاعلين الاقتصاديين والفاعلين في الميدان الاجتماعي باش يحدوا رؤية جماعية لكيفية حلحلة الأمور في صورة وجود خلافات وكذلك أعطى يعني رؤية تتوافق مع طموحات الشعب التونسي. هذا مما لا شك فيه. بقينا انت جبت وانا قلت لك من قبل قلت لك ثم كراهات الدوله التونسيه ولهنا اللي ما يفهمش كراهات الدوله التونسيه وقت عاد مش فاهم حتى شيء. هذاك الاحزاب السياسيه اللي جات ما تعرفش شنو هي التزامات الدوله التونسيه وما تعرفش شنو هي المديونيه بتاع الدوله التونسيه وما تعرفش كذا. هذا وقت ما نعرفوش. احنا نعرفوا مثلا في بريطانيا الحكومه للمحافظين لكن في الحزب المعارض محكوم الظل. يعني بمجرد ان تغير تعرف شكون يعني وزير الماليه تعرف شكون وزير الاقتصاد تعرف كل شيء. احنا لهنا يلزمنا نعرف ولهنا كي مش نحبوا نوصلوا من النضج باش نكون عمل سياسي فاعل صحيح يلزمنا نعرفوا كراهات الدوله التونسيه شنو هي الكراهات تاع الدوله شنو هي الضغوطات الموجوده. اذا كان ما نعرفوش شيء هذا ما نعرفوش على خاطر بسهوله تامه. اذا كان انت اذا كان ما تحترمش التزاماتك مع جهه معينه راهو يسكروا عليك السباب لا اكثر ولا اقل معروفه. اللي ما خذاش درس
في حكاية النفط مقابل الغذاء اللي ما خذاش درس وقت اللي يقصوا عليك انت كل شيء وتولي تفرفت وحدك راه مش فاهم حتى شيء. احنا علاش يكون المنظمات هذه موجودة؟ لان هي المسؤولة على السلم الاجتماعي. المنظمات هذه هي المسؤولة على طموحات المجتمع. ولهنا إذا كان الناس ما يش فاهمين إيش معناتها السلم الاجتماعي وما يش فاهم طموحات المجتمع، عاد لهنا ربما تولي مسألة خطيرة ياسر. احنا بالنسبة لنا شنو هو البديل؟ احنا وصلنا 25 جويلية الناس كل هلا لا توسب فقط لإيقاف ذلك النزيف، و25 جويلية نزيد نقول لكم أكثر اللي أنقذ حتى المجمدين، أنقذ البلاد من حرب أهلية جملة واحدة هذيك 25 الآن يعني الطريق نحاول أن نكتشفه مع بعضنا البعض بيه. نحاول أن نعرف ما هي كل المشاكل. لهنا اللي جينا كما قلت لكم من المرة الأولى لا هذا كما يجيش هذا كما يقعش هذا كذا إيه هكا كما ما لا بشنو محدود تحط كل الفرضيات. أو كنا نحكيه على فرضية من الفرضيات بعد دقيقتين تأكدت سيد العميد أنت كنت متأكد بأنه الاتحاد مش بشي يخذ البلاد وبشي يشارك في الحوار. بعد دقيقتين تخرج لك بيان الهيئة الإدارية وقلك منيش باش نشارك فما بعض الفرضيات اللي يلزم تاخذها بعين الاعتبار وبالعكس باش تنجح ربما حاجة حط الخايب سبق الخايب قبل البي باش تقرأ له حسابه. وعلي إبراهيم عندك متفعل في ساعة بسيطة للسيد العميد السؤال لين السيد رئيس الجمهورية يؤكد أن المنطلق باش تكون مخرجات الاستشارة. هل عندكم أنتم تقرير على المخرجات هذه وهل سيتم طرحها كورقة أولية باش تنطلقوا منها في اللجنة نتاعكم؟ اثنين انه قلت التقيت اليوم الصباح السيد صادق بالعيد. سؤال اخر ربما مش يدخل في مشمولات اللجنة نتاعك نتاع سيادتك هذية ولكن حول نعرف السيد رئيس الجمهورية لما اشرف مؤخرا على اجتماع مجلس الوزراء من بين الاعلانات اللي تم قال لك راو تم التداول في الامر الذي دعوت الناخبين للاستفتاء. هل عندك فكرة مش يصدر الامر هذا اليوم من اليوم غدوة والفحوة نتاعه؟ الحال ثم هذه ثم أجال قانونية وثم دعوة الناخبين للدلابي أصوات 125 جويلية. هذا يعني ما عنديش فكرة مباشرة أكيد ما عنديش فكرة مباشرة أما ما أستنتجه أنا من ناحية قانونية. عندكش فكرة على الفحوى متاعه محتوى متاعه سيقع دعوة الناخبين للمشاركة في الاستفتاء فقط؟ لا 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 سادة سمحني تو سمحني بكل سؤال دقيق جواب بالدقيق. انا قلت سيد العميد انا قلت دقيق السادة اليوم سمحني لا 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 سمحني لا 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 سمحني تبقى على حد وقت اللي انا نطلع عليه وقت نقول لك شنو الفحوى نتاعو انا مازلت ما طلعتش كيف كيف وقتاش يتم الاطلاع عليه وقت اللي يزر في الرايد الرسمي. قلت لك مره من مره قلت لك شكون يحكم في البلاد ولا لا هنا في الاستديو هذا قلت لك اللي يحكم في البلاد هو اللي خارج الجورت اللي عنده جورت اللي خارج الجورت كي يجي كوز الرايد الرسمي ونقراه وقتها تنقول بسيد العميد اليوم بس كنت مخرجات الاستشاره. نعم مخرجات الاستشاره هل ستكون هي المنطلق بالنسبه للجنه الاجتماعيه؟ مخرجات الاستشاره انت بتعرفهم انت هكا اعلامي تعرف مخرجات الاستشاره؟ ها نعرفهم هي مالك بالكش باهين ايه علاش خلصتنا معناها علاش خلصتنا نتكلم فيك على اللجنه هذه راهو ما تقلقوش رواحكم راهي اللجنه باش تدخل كل واحد عنده المضمون اللي باش يقدمه لا اخر ولا اخر الاداره تاع اللجنه ها الاداره وين باش تخدموا كيفاش باش تخدموا وقتاش تبداو تخدموا شكون باش يوجه الدعوات شكون باش يحضر جدول اللي باش يوجه الدعوات توا في الوقت الحاضر هو المنسق العام. شكون المنسق العام اللي هو رئيس اللجنة الوطنية اللي هو العميد صادق بالعيد هو باش يضبط الجدول نتاع النقاش والمخرجات لا لا لا, لا, لا جدول النقاش كل لجنة مختصة كل هي اللي باش تضبط الجدول اعمالها ومنهجية العمل نتاعها كل حرية وكذلك الهيئة القانونية كيف ستجتمع وتضبط المنهجية نتاعها. لجنة الحوار اللي تكون من لجنتين باش يترأسها العميد صادق بالعيد رئيس اللجنة الوطنية كذلك باش يتقابلوا مع بعض وباش يربطوا المناهج. سؤال أخير فيما يخص الاتحاد الفلاحين شكون كيفاش باش يكون الموقف تاعكم؟ الاتحاد الفلاحين شكون يمثله بالنسبة لكم؟ وقت اللي كاتبوه ويبعث يقول رانا عينا فلان الفلاني كاو هذاك هو اللي قال معناها كان يجي عبد المجيد الزهر تقبلوا به؟ والله كيجيب مكتوب نقبلوه.
اما حتى يجي المكتوب وين وين باش تجتمع؟ قال لك وين باش تجتمع؟ ها وين فيزيك ما وين باش تجتمع؟ تو نقول لك انا وين باش نجتمع وقت اللي نبداو الاجتماع تو نعمل لك تليفون ونقول لك وين راهو الاجتماع انا سيد العميد. اما وين باش نجتمع؟ اكيد اكيد في مقر من مقرات الدوله التونسيه في العاصمه تونس في مكان قريب من مش مهم مش مهم. اما مازال ما نبداش انا راني عمري ما اسبق الاحداث سيد العميد فما حاجه اهم اليوم احد منظوريك كانت تقول لي اليوم وين اجتمعت نقول لك وين اجتمعت احد اهم منظوريك اليوم وطرف رئيسي من المفروض انه يكون في الحوار ومعولين عليه برشا ومعولين على برشا احد منظوريكم اليوم يعلن عدم المشاركه كيف ستتفاعلون مع موقف الإدارة الاتحاد كيفاش باش تتصل بالطبوبي باش تكلموا اليوم احد منظوريك في اللجنه نحكي لا مش رافع. منظوريه لا 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 كيفاش منظوريه في اللجنه إيه معني هو شريك على اللجنه لا 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 شريك لا لا احد اعضاء اللجنه اللي هو انت تترأسها هو الاطراف الحوار احد اطراف لا لا اللجنه اللي انت تترأسها سمعني كي تقول لي احد منظوريك وقت لو كنت تترأس اللجنه لا 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 تترأس اللجنه الدوري التنسيقي لا اكثر ولا اقل وانت تنسق اللجنه اللي هو عضو فيها كيف ستتعاملون مع موقف الاداري باش تتصل به تحاول ربما استنى حتى يجيني موقف رسمي ساعه من سيد الأمين العام وتتحدثوا معاه مش تحاول تتصل انت قلت لي خبر الله أعلم صحيح ولا لا لا صحيح نعرف شو نقول لك انا متاكده من المصادر وانا لما نتعاملوا بالوثائق الرسميه والوثائق الكتابيه دونك اليوم الاتحاد يبعث لك يقول لك انا مانيش غير معني بالمشاركه في هذا الحوار وقت تتصرف لا باش لكل حادث حديث فما بعض المعارضات من قبل الهيئه الوطنيه للمحامين سيد العميد في انك تشرف على التنسيق على هذه اللجنه مثلا عبير موسي محاميه ومنظوريك في الهيئه طلبتك بالاستقال هي احترامي لها ولنضالها ولي يعني افكارها هي تدافع على رؤيه سياسيه على حزب سياسي على مصالح تريد تحقيق هدف معينه وهي يعني عندما تجي وتحضر في جلسه عامه يعني عندها الحق باش تتكلم كذلك اذا كان ما عجبهاش موقف مجلس الهيئه لها الحق في طلب عقد جلسه عامه خارقه للعاده على تحضر المضايات القانونيه وسوفر لها ذلك وتجي تحضر وتبين موقفها في جلسه عامه خارقه للعاده. انا نحب نرجع للحوار فماش توا قانون داخلي متفقين والواضح المساله واضح قانون داخلي للجنه مثلا يقول وقتاش تولي فما كرم في وجود هذه اللجنه يعني كان غدوه تقولوا لا لا اللجنه كوجود ككيان اذا مثلا الاتحاد ما شاركش وتبع اتحاد المراه هل تبقى اللجنه تشتغل بالثلاثه الاطراف الاخرى فقط ام انه وقتها يتم ربما ايقاف العمل للجنه هذه؟ هذا بالنسبه لي انا سؤال سابق لأوله لماذا؟ لانه ننتظر الاجتماع الاول الذي سيقرر المنهجيه وهذا الاجتماع هو الذي سيقرر ذلك. وقتاش باش يكون الاجتماع الاول سيد العميد؟ هذا بمجرد توصلنا بمكاتيب رسميه وتعيين الممثلين وسنجتمع ونقرر. على ان تنتهي اشغالكم نهار 20 جوان. نهار 20 جوان باذن الله سوف يكون عملنا ماراثونيا ليلا نهارا يوم السبت ويوم الاحد وما الى ذلك ونتمنى ان نكون في الموعد قدمنا حاجه مفيده للشعب التونسي. شكرا لك عميد المحامين الاستاذ ابراهيم بودربيلة شكرا على جمله هاتشي الايضاحات موجز مدي ساعه لوكوت كور رجع الاستقبال الاستاذ القانون منسق مبادره مواطن ضد الانقلاب جهور بن بركه.